بنجوب كل شبر على أرض مصر من أجل التوعية بأهمية الحوار، ضرورة أن يجلس المواطن المصري في تجمعاته، سواء في النادي، في مركز الشباب، في قصر الثقافة، حتى في دار الأوبرا، في تجمعات العمال والفلاحين، في كل الأماكن. الحوار الوطني دوت شامل، مش مقصور بس على السياسة فقط، إنما هو اقتصادي واجتماعي وديني، عايز يوصل لجميع فئات الشعب، من حل لجميع المشاكل على أرض الواقع. عايز يشوف مشكلة الفلاح، عايز يشوف مشكلة الحرفي، مشكلة التوك توك، مشاكل الحرفيين بجميع فئات الشعب المختلفة من الطوائف والأحزاب المختلفة. الحوار الوطني بيشمل الشباب وفئات جميع فئات المجتمع في قرية صبيح. طبعا نستفاد النهارده بموضوع الحوار الوطني في أهمياته طبعا بالنسبة للسياسي، وتفعيل دور الشباب داخل المجتمع في النواحي البيئية والسياسية والاجتماعية.